اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما منعت، لك الحمد على ما أخذت، ولك الحمد على ما أبقيت، لك الحمد على ما به تفضلت، لك الحمد أن جمعتنا على طاعتك، ولك الحمد أن أذنت لنا بمناجاتك. أنت رحمن الدنيا والآخرة، أنت المعطي والمانع والمحصي والجامع، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اللقاء الثالث مع حضراتكم من اللقاءات الرمضانية، أتحدث وإياكم عندما انتهينا عنه في درسنا السابق. وصلنا إلى صلاة الضحى، صلينا الفجر جماعة، ثم قعدنا نذكر الله سبحانه، ثم فتحنا كتاب الله تعالى نقرأ آياته ونتلوها مع التدبر، قراءة فكر وقراءة لسان وقراءة قلب. وذكرت لحضراتكم بعض الكتب التي يمكن أن نستعين بها لمعرفة معاني كلام الله الذي نقرأه. وصلنا لنقوم لنصلي صلاة الضحى. صلاة الضحى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأننا إذا أنهينا ما ابتدأناه من صلاة الفجر وذكر الله وقراءة القرآن، إذا أنهيناه بركعتي الضحى كان لنا أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. صلاة الضحى التي يمكن أن تصلى بأقلها، يمكن أن نصليها ركعتان أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو عشرة، أو في أقصى حد 12 ركعة. هي من أعظم أبواب الفرج التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها استجلاب للرحمات الإلهية، وفتح لأبواب الرزق، ودفع لأبواب الشر، وفيها أداء لواجب الشكر لله تعالى على نعمة العافية في البدن والسلامة والصحة. نحن نصليها لننال هذا الأجر كله، لننال أجر حجة وعمرة تامتين تامتين. وكما أسلفت في درس ماض بأنه يمكننا في شهر رمضان المبارك أن نحقق أجر العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، والتي هي أركان الإسلام. فنحن في شهر رمضان نعيش مع الصيام، ونعيش مع الصلاة، ونؤدي زكاة أموالنا، وأيضا إذا التزمنا بهذا الحديث النبوي الشريف يمكن أن نحقق أجر حجة، ويمكن أن نحقق أجر عمرة. صلاة الضحى يمكن أن نتمم من خلالها تحصيلنا على أجر الحجة والعمرة، كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة التي يمكن أن تكون حصنا منيعا ودرعا متينا ندفع به البلاء، وندفع به ما يمكن أن يصيبنا من سوء. هذه الصلاة التي نؤدي فيها واجب الشكر لله تعالى على نعمة العافية في البدن والسلامة والصحة. هذه الصلاة التي يمكن أن تكون
فتحا لأبواب الرزق ودفعا لأبواب الشر. ألا ألم تسمعوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الشريف: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. تجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. تعالوا معي إلى أول الحديث الشريف: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. كل سلامة، السلامة هي مفاصل الأعضاء والأصابع، مفاصل الأعضاء والأصابع، وهذه في البدن، وهذه تتعلق بالصحة وتتعلق بالعافية. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل مفصل لعضو أو لأصبع، كل هذه المفاصل لابد أن تؤدي صدقتها كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس، في رواية ثانية من روايات هذا الحديث الشريف. كل يوم تطلع فيه الشمس لابد أن تؤدي عن كل سلامة، عن كل مفصل من مفاصل أعضائك، لابد أن تؤدي الصدقة عنه. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن في الإنسان 60 و300 مفصل، 60 و300 مفصل، 60 و300 مفصل تقابلها 60 و300 صدقة. هذه المفاصل لابد أن تؤدي صدقتها. التحميدة صدقة، والتهليلة صدقة، والتسبيحة صدقة، هذه الأذكار، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. ولكن كما أخبر صلى الله عليه وسلم حين سأله الأصحاب: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ يعني من يطيق أن يتصدق كل يوم ب360 صدقة؟ من يطيق ذلك؟ أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه بتنحية الأذى عن الطريق يمكن أن تنال صدقة، وبتسبيحتك تنال الصدقة، وبتهليلك تنال الصدقة. ثم يخبرهم فيقول: فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك، ركعتا الضحى تجزئ عنك. كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا أن نفهم بأن صلاة الضحى يمكن أن تكون بابا من أبواب الحصن والتحصين وسلامة البدن وسلامة الصحة. فهذه الأعضاء التي تؤدي صدقتها تكون بحفظ الله، وتكون برعاية الله، وتكون بحصن الله تبارك وتعالى. إذن نحن نصلي صلاة الضحى لننال أجر الحج وأجر العمرة، ونصلي أيضا صلاة الضحى لتكون هذه الصلاة شكرا لله تعالى على نعمة العافية ونعمة السلامة والصحة في البدن. نستيقظ صباحا نتحرك، ننظر فنبصر، نصغي فنسمع، ننطق فنتكلم، هذا كله فضل من الله ونعمة من الله تحتاج منك إلى شكر. صلاة الضحى تشكر فيها مولاك على ما أعطاك وحباك من هذه النعم، وهو القائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا الشكر يكون فيه باب من أبواب المزيد، وباب من أبواب الزيادة، ويكون فيه باب من أبواب الحفظ. لذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم
دعاء كان يردده بعد كل صلاة، كان يقول صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ثم يقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، حتى يتم الله عليك نعمه، وحتى يحفظ عليك نعمه، وحتى تعيش بالمزيد. وفي المزيد عليك أن تقوم بأمرين: الأمر الأول الشكر، الشكر الذي يكون من خلال العبادات، وأهم هذه العبادات هي صلاة الضحى التي تؤدي فيها الصدقة عن كل عضو من أعضائك. والجانب الثاني من الشكر هو استخدام هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى، هو استخدام هذه الجوارح فيما يرضي الله، هو منع هذه الجوارح أن تسير فيما يغضب الله، أو أن تعصي ربك تبارك وتعالى بها. إذن صلاة الضحى حصن حصين ومنيع ومتين، وباب من أبواب تفريج الكروب، وباب من أبواب شكر الله على نعمه، وباب من أبواب الرزق والفتح الإلهي. أنت تصليها في صباحك بعد شروق الشمس وقبل انطلاقك لكسب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أنت تركع هذه الركعات بين يدي الله، فتحصل فيها كل ما ذكرنا وأزود. ثم إذا ما انطلقت إلى عملك أو غير عملك، أو بقيت في بيتك حرصا على سلامة الآخرين والتزاما بتوجيهات المعنيين، عليك أن تستخدم الوقت في ما ينفعك وينفع عيالك. وأنا هنا أشير إلى جزء آخر من الأعمال البيتية والأعمال اليومية التي يجب أن نقوم بها، وقد يكون ذلك في ما بين ما قبل الظهر أو بعد الظهر أو بعد العصر، له برنامج آخر نتحدث عنه إن شاء الله. بعد أن قرأنا القرآن وقرأنا تفسير القرآن في التفسير الوجيز كما ذكرنا للدكتور وهب الزحيلي، وهو من الكتب التي يمكن أن نقرأها لنعرف معنى ما نقرأ من كلام الله، الآن يمكن أن نغتنم الوقت لنتعرف على سيرة وأخلاق سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نتعرف على بعض الكتب التي يمكن أن تكون كتب سهلة، عباراتها مفهومة، لا تحتاج إلى مزيد شرح، ويمكن من خلالها أن نتعرف على أخلاق وسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واحد من الواجبات الواجبة علينا، أن نتعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتأسى بها، وعلى أخلاقه لنقتدي بها. عندي ثلاثة كتب لكم في هذا المجال، وكل كتاب فيها كتاب قيم مفيد، وهي موجودة أيضا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، موجودة على جوجل كتب. إذا أجرينا عليها بحث يعني سيرش يمكن أن نجدها بسهولة، ويمكن تحميل هذه الكتب PDF
على الايباد او على الهاتف الخاص او حتى على اللابتوب على الحاسوب الذي يكون في بيوتنا. الكتاب الاول، نبدا بالتسلسل الزمني، الكتاب الاول كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول. الفصول، شوف اذا نعمل بحث تكتب الفصول في اختصار سيرة الرسول، وهو للعالم الحافظ ابن كثير الدمشقي، لابن كثير الدمشقي من علماء القرن الثامن الهجري. كتاب جميل فيه ما يمكن أن نحتاج إليه من التعرف على أخلاق وسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما قبل من الولادة، ثم ما قبل النبوة، ثم النبوة، ثم مرحلة المكية والمرحلة المدنية، وما يمكن أن يحتاجه كل واحد منا. إذن أول كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير الدمشقي من علماء القرن الثامن الهجري. في كتاب إسا كمان ممكن أن يكون أسهل في عباراته وفيه اختصار أكثر، وهو كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري بك، وهو من علماء مصر المحروسة حرسها الله وحفظها، وهو كتاب جميل يمكن أن يستفاد منه في كل ما نحتاجه، حتى في جانب الشمائل والصفات لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الكتب التي تعتبر لمؤلفين في هذا القرن الذي نعيشه في القرن العشرين. والكتاب الثالث، إذا الكتاب الثاني أعيد اسمه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري بك من علماء مصر المحروسة، يمكن أيضا أن يمكن تحميله على الهاتف أو الأجهزة التي نحملها PDF ونقرأ به كل يوم، نقرأ فصل كل يوم، نقرأ حادثة مع أهل البيت، مع الأبناء، مع الزوجة، ويمكن أن نجعل ذلك بعد كل صلاة نقرأ شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب الثالث هو أيضا كتاب مبوب وفق سنوات البعثة وسنوات الهجرة، يعني منذ كل سنة، السنة الأولى للبعثة، السنة الثانية للبعثة، السنة الثالثة للبعثة، ثم بعدين السنة الأولى للهجرة، الثانية للهجرة، الثالثة للهجرة، كل سنة الحوادث التي جرت في هذه السنة مبوبة، وهو كتاب مختصر في السيرة، عباراته سهلة وعباراته جميلة. هذا الكتاب عنوانه سيرة رسول الله صفوة السير، سيرة رسول الله صفوة السير، للدكتور محمد حبش من علماء دمشق، وهو كتاب أيضا جميل، عباراته سهلة، فيه استنتاج للحكم ولبعض العبر والعظات من أحداث السيرة النبوية، ويمكن أن يقرأه كل منا بسهولة وبيسر. إذن كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوة السير للدكتور محمد حبش. صار عندنا ثلاث كتب، الكتاب الأول بالتسلسل الزمني الفصول في اختيار أو في اختصار سيرة الرسول لابن كثير الدمشقي، الكتاب الثاني نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري بك، الكتاب الثالث سيرة رسول الله صفوة السير للدكتور محمد حبش. يمكن أن نستفيد من أي كتاب من هذه الكتب، و
نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعرف على أخلاق رسول الله وعلى أفعال الصحابة مع رسول الله، على حبهم وعلى شوقهم وعلى فدائهم وعلى تضحياتهم وعلى سلوكياتهم وعلى تطبيقهم لأوامر الله، ولنعرف كيف أن هذه الأوامر الإلهية والفرائض الإلهية كيف فرضت علينا، كيف استجاب لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحيا الله بها قلوبهم ونفوسهم وأعلى ذكرهم وأعلى شأنهم وبلغ أمرهم ومجدهم ما بلغه الليل والنهار. أكتفي بهذا القدر لهذا اليوم وفي هذا اللقاء، وأوصيكم بالمحافظة على صلاة الضحى، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله. اللهم يا رب العالمين، يا رجاء السائلين، يا أرحم الراحمين، يا مجيبا دعوة المضطرين، يا جليس الذاكرين، يا دليل المتحيرين، يا أمان الخائفين، يا مغيث الملهوفين، يا وله الوالهين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور أبصارنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجمع قلوبنا على حبك، اللهم اجمع قلوبنا على حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا برؤياك، وأكرمنا بشفاعة حبيبك ونبيك ومصطفاك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العفو والعافية وحسن الختام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا عليما بحالنا، يا غنيا عن سؤالنا، علمك بحالنا يغنيك عن سؤالنا. اللهم أعط كل واحد منا سؤله، وبلغه مراده فيما يرضيك عنه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء وسلطة الأعداء. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.